بس اهم السكين اللي في يدك دي ما قدرش اقف على رجلي. طب وايه اللي يثبت لي انك هترجعهم؟ هترجع يا بنتي، بس ما حصلتش الموت. طب احلف. من غير حلفان يا بنتي، من غير حلفان. هاخدك دلوقتي ونتصل بعمك وهنخليش اي حد ياخدك عنديه. صح؟ ايوه صح صح يا بنتي، وعشان تصدقين اخوي اجره السفر كمان. ماشي. اه يا قادره يا ام قلبي، قاعد يا عاصيه. ماشي يلا نتصل بعمي دلو. عم اكدبه باللي يجيكي ده، انتي بلوه سودا يا بت، ده انتي عايزه راجل يكون واعر وقلبه قاعد يكسرك ويكسر عظمك. واه قصدك ايه؟ قصدي مصر اللي عايزه تروحيها دي هتدفني فيها ان شاء الله، انما هني مالكيش غير بيت عبد الجاوي النشعاوي. كدبت عليا تاني؟ وانت كمان يا ابوي؟ يا بنتي اللي هنقولي عليه ده ما عادش نافع دلوقتي، الراجل ربطنا كلمه معاه وادانا مهرك كمان. قهوتك وقعدتك يا محروس يا ولد المجروس. يا ولد المجروس. وانا كمان بقيت استنى قعدتك كيف ليله العيد تمام يا رشاد يا ولد عبد القوي. عبد القوي